صباح الخير وكل عام وانتو بخير. 2016 اليوم قلت برويكم شلون تسوون كيكة من هالفاكهة. ناس يسمونها خرمالو بالعربي، انا ما اعرف شو يسمونه، بالانجليزي يسمونه persimmon. يعني اذا شفتوا ذي في الخضار او اي مكان بتعرفون شنو هو. شكله كنا طماطة بس طعمه سويت، مو بطما، يعني فاكهة متواجدة كل مكان. فبسوي منه كيك سريع، طبعا بلمساتي بسويها نكهة عربية مع زعفران وكراميل. بتحتاجون 5 لـ 6 من هالفاكهة هذي، بتحتاجون ربع جلاس ماي وزعفران منقعين، ماي وزعفران منقعين، فانيلا واحدة، ملعقة شاي بيكنج سودا، جلاس ونص شكر أبيض، جلاسين طحين، جلاس ونص لبن، رشة من الملح، 3 بيضات، 3/4 كوب دهن، ونص ملعقة شاي دارسين، وتقريبا ملعقة شاي هيل. وكالعادة كل شي بينحط في الانستغرام اليوم، وصفة السلطة مالت أمس والكيكة ذي اليوم. هاي كل شي بينخلط في الخلاط، بحط كل شي بخلطه في الخلاط وبدخله في الفرن في صينية بايركس عشان تكون طبقة واحدة، وبحط فوقها كراميل. أول شيء بسوي إني بقشر الجلد من على هالفاكهة. أحسن طريقة حق التقشير إذا حسيتوا إن الجلد ما قاعد ينشال، تحطون الفاكهة في ماي حار، تأخذون سكينة تسوون كذي نوع الإكس تحت الفاكهة وتقطونه في ماي حار، تحطونه في الماي حق بس 30 ثانية، وعقب تكتون الماي وتقشرون الفاكهة. بتشوفون بكل سهولة القشر ينشال من على الفاكهة، تشوفوا شلون عندنا كذي صار شكل الفاكهة، يكون تقريبا جلاس، تقريبا جلاس وشوي. حطيت كل شي في الخلاط ما عدا الطحين، بخلط ذي أول، عقب بضيف الطحين. وبس الحين بضيف الطحين وبخلط. وبس تصبون خلطة الكيك في أي صحن تقديم مالكم وتدخلون الفرن. الحين برويكم شلون نسوي برياني دياي. قبل ما بدي لازم اخذ شوية من كزبرة خضراء من الحديقة. وحق البرياني بتحتاجون وايد اشياء، بس الطريقة سهلة، طبعا يعتمد على الكمية. انا هني عندي يمكن 5 أو 6 أو 7 ديايات مقصصة، منقع في ليمون، ملح، فلفل، كركم وشوية فلفل من ليلة قبل، لان الطريقة بتكون نوع طريقة باكستانية الهندية، فبنسوي نوع من الصالونة. فالفكرة ان نحمس الطماط والبصل بعدين نحط الدياي، يكون نوع من الدياي الناشف مع شوية صلصة، بعدين بنحط عيش دياي عيش دياي ونخلي يطبخ. المهم بتحتاجون طماطم مقطع، يعتمد على كمية العيش اللي بتسوونه، بصل، كزبرة خضراء، زنجبيل، وثوم، وعندي هني ماي وزعفران وماي ورد منقعين. والسر النكهة من البهارات. أنا دائما أستخدم هالشركة شان لأنه وايد زين، فعندهم بهارات البرياني في كذا نوع، أنا أستخدم ذي برياني مسالة،
وعندكم البيلاو برياني اللي هو برياني الدي اي. هذه بستخدمها حق تتبيلة العيش وشوية على الدي اي. وحق العيش بستخدم مسمار، فلفل أسود، دارسين وأوراق الغار، وبحط معهم فلفل. ولازم تسوون لكم خلطة بهارات. أنا دائما أحب أستخدم المدراس كاري باودر شوية، وبعدين بحط عليه كمون، كزبرة، فلفل أسود، ملح، شوية دارسين بودر، قرم مسالة، وبهارات الدي اي. ها أنتوا تسوون الخلطة حق الدي اي. وطبعا عشان تتأكدون من طعم الملح والنكهة، ماجي على حسب الكمية، على حسب كمية الدي اي، صلصة طماط وسمنة. والسمنة تعطي نكهة حلوة حق العيش. أنا بستخدم شوي من السمنة مع دهن حق الدي اي، لأن بقلي البصل والأشياء الثانية وبحطها بعد مع العيش. الخطوة الأولى إنكم تحطون الدهن مع السمنة وتحمسون البصل ليه ما لونه يصير ذهبي. تحطون الدهن والسمنة والمذوب السمنة، تضيفون عليه البصل. برست أنا خلطة البهارات على حسب الكمية البهارات اللي أبيها، وبضيف عليه شوية ماي. أضيف أنا الماي ليش؟ عشان لين أضيف البهارات على البصل والدياي البهارات ما تحترق. أول ما البصل كذي يتحمر، تبون تحمرونه زود شي راجع لكم، عندي أنا كذي زين. تضيفون الحين البهارات وتحركون. تضيفون البهارات مع الماجي وتحركون. عقب تضيفون الثوم والزنجبيل عشان ما يحترقون. الحين بضيف الثوم والزنجبيل وبحرك. ضفت شوية من صلصة الطماط بس عشان تعطي الخلطة نكهة ولون برتقالي. حطيت الطماط أنا بعد وبحرك. بخلي الطماط يطبخ حق تقريبا 10 دقائق على نار خفيفة ليه ما يطلع الماي ويذوب. مثل ما تشوفون الطماط بدأ يذوب وبدأ يطلع ماي. تبون انتو تطبخون هالشي لمدة 5 دقائق اضافية، وعقب نضيف الدياي. وأحين بضيف هنا الدياي وبحرك. بحط فوق بعد الكزبرة الخضراء بس عشان النكهة واللون. فحطيت الدياي، الحين بحرك الدياي، اتاكد ان الدياي ينخلط عدل. بضيف شويه ماي وبغطي. تحطون الدياي تصبون عليه ماي وتحركونه عدل، وتغطون الجدر حق مده تقريبا 45 دقيقه. تحركون كل شوي وحطوا عليه فلفل وورق الغار وحركوا وغطوا. مثل ما تشوفون الدياي بدا يستوي، باقي له شوي. بجهز أنا الحين العيش. العيش منقعه في ماي، بفوحه نص فوحه، عقب ابتدي احط طبقه من العيش وطبقه من الدي اي. هني جهزت الطاوله، حطيت بصل حمسته، عندي صلصه البرياني او بهارات البرياني، عندي ورق الغار والمسمار، عندي الماي والزعفران وماي الورد، وعندي السمنه، وعندي جدر اللي بطبخ فيه البرياني. نفس الوقت انا فحت بيض، فلين ذي بيستوي بيبهني وحطه. هم بقصص كزبرة خضراء عشان أحطه مع العيش وأنا أحط الدي اي. بذوب السمنة، عقب بضيف طبقة من العيش، برش عليه بهارات البرياني، بحط طبقة من الدي اي، رشة من البصل، وهم بحط فوقه الكزبرة الفرش. براويكم بالصور. فعندي الجدر، عندي العيش، عندي الدي اي، وعندي الأشياء الثانية اللي ببتدي أضيفها.
وهاي الطبقة الأخيرة حين بس بحط عليه الماء الورد والزعفران وبرش البهارات الباقية. وهاي الطبقة الأخيرة حطيت عليها البصل والكزبرة وحطيت شوية سمنة، بغطيه بألمنيوم وبطبخه حق تقريبا ساعة على نار. بطبخ البرياني على نار هادية لمدة ساعة ساعة وشوي لما كل شي ينطبخ. مدة الخبز ساعة مو بنص ساعة، أنا نسيت أقول لكم أو بالغلط قلت لكم إن نص ساعة ساعة تقريبا. عندي هني الكيكة نفس ما قلت لكم، تقدرون تستخدمون أي كراميل جاهز وتخلطون مع زعفران، أنا لأن ما صار عندي وقت أسوي. وبكذي الكيكة جهزت، تبون ترشون فوقها مكسرات، تبون تحطون فستق اللي يريحكم، أنا بيها كذي تكون سادة ما فيها شيء. وحين بسوي رايتا حق أو صلصة الروب حق البرياني، فبستخدم كزبرة خضراء، نعناع، بصل أحمر، شوية خيار، هم عادة ما يحطون خيار بس هاي أضفتي أنا، نفس الشيء نعناع أنا بعد ضفت عليه، ملح وفلفل أسود، وطبعا وما حطيت فلفل أخضر لأنه بيصير وايد حار، فأوردي العيش فيه بهارات وايد وفلفل. حطيت أنا الخيار هني، الحين بفرم الكزبرة مع النعناع والبصل والملح والفلفل وشوية روب وبحطهم فوق الخيار. كذي شكل الخلطة بتكون، الحين باخذ هالخلطة بحطها فوق هالخلطة وبضيف الروب وبحرك. الرايتا جهزت، اذا تبونها تكون اخف تقدرون تزيدون اللبن، دائما ذوقوا الملح والفلفل وحطوه على حسب الرغبة. عندي هني البرياني شكله استوى، بانشب وبشوف شلون صار من داخل. مثل ما تشوفون العيش صاير نثري والدياي مستوي وريحة الشي وايد وايد حلو. وكذي شكل النهائي بيكون عندكم البرياني هني، أوتشار، الرايتا، اهلا وسهلا، شلونكم؟ ان شاء الله اليوم عجبتكم الطبخات والخلطات العجيبة. وحين ببدي فقرة التحلطم، تحلطمي على الناس، وانا اوريدي اظن متحلطم عن هالشي مليون مرة. انا احس مرة في السنة كل بداية سنة لازم اتحكى عن هالموضوع واتحلطم عليه كل مرة كل مرة كل مرة. موضوع الاتصالات اللي تيني نص الليل، ناس تبي تسوي اوردر، يعني الساعة 12
يا جماعة الخير، متصلين في دراكولا مثلا، يعني مورغدونا مو بأدمي، والله كول سنتر يعني مو بترى رقم بيتزا هات ومدروين هذي. قلت معلش طوفت، في ناس تتصل مو بمجربة ولا مرة، سامعة من مدروين وتقول نبي نطلب كميات ومدروشو ومدروشو، بس قبل ما نطلب نبي سامبل، يعني يصير طرش لنا قطعة قطعتين نذوقهم. أنا ما أدري هل مكتوب بسكن روبنز على أكاونتي في الإنستغرام ليكونتوا بتشون بتذوقون لكم هاي آيس كريم، يعني اللي يبي يطلب، ما عجبكم لا تطلبون. بعد أنا مرة شو أقول، والله ما أدري ما عندي وقت، خلاص ما عندي وقت أقهل أشي. يعني أنا أفهم يمكن عندكم حفلة شيء، لو ما كان شغلي زين شان ما حصلت هالكثر أوادم وطلبات، والحمد لله أنا ما تفلسف ولا فوشر، بس لازم يكون في ثقة، وفرضا طلبته وما عجبكم لا تطلبون مرة ثانية. بعد أنا ما أقدر يعني أراضي الكل، فرجاء حركة البسكن روبنز ذي ما بيها تتكرر. ممكن نذوق سلايس، يعني أنا بقول شنو وبهد شنو. ما علينا الحين، مر وين بنروح؟ يلا سوقي لعتشبدي، يلا